الذي يحرج الكبار خارج الديار يتعثر مرة أخرى داخل الديار. هذه المرة نقطة ثمينة تحسب أيضا لشبيبة القبائل ولمدربها الحالي عز الدين أيجودي سعيد بوطالب. لا بالفعل نظن منذ قدوم أيجودي الفريق نقدر نقولوا راه في استقرار، ماهوش يقدم في مباريات كبيره، ولكن المدرب أيجودي راهو بدا يعرف تدريجيا في اللاعبين ويقدر يوظفهم احسن في المباريات المقبله ان شاء الله. دريس، الاولمبي امر يحير، يعني خارج الديار يقوم بمباريات كبيره وداخل الديار يضيع نقاط هامة. لا ما تنساش أنه أرضية الميدان تعيق اللعب الهجومي.